مفيش مشكلة، انا خطايا حنين ليش اي اوكي تم ايقاف التسجيل. اوكي هسه راح نرجع لمحاضرتنا. محاضرتنا اللي هي اليوم محاضرة الهيموغلوبين. قلت لكم انه كلمة الهيموغلوبين اذا اتش اي اي او اتش اي ام راسا هي نفس الشيء وصحيحه زين عيني. انسى الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو شنو هو؟ It is a substance which is the main constituent of the red blood cell. هو جزيئه الهيموغلوبين هي المكون الرئيسي لخلايا الار بي سي، خلايا الار بي سي. زين اريد نعرف الهيموغلوبين يعني الجزيئة الوحدة، هاي جزيئة الهيموغلوبين الوحدة منين تتكون؟ consist of إذا قاعدة تلاحظون الاسم هيموغلوبين معناته يعني شلون تشوف جزء يعني جزيئتين، هيم جزء والجلوبين جزء. فجزيئة الهيموغلوبين منين تتكون؟ راح تتكون من بروتين الجلوبين اللي هو عبارة عن 4 بوليبيبتايد تشين، عبارة عن سلاسل تكون أربع سلاسل بولي بيبتيدية. هاي السلاسل شو تكون؟ تكون كلوزر لينك توجذر، تكون مرتبطة مع بعضها البعض. أربع سلاسل بولي بيبتيدية تكون مرتبطة مع بعضها البعض على مود تتكون جزيئة الجلوبين. زين اللي هي عبارة عن يعني جزء تكون الجلوبين اللي جزء من الهيموجلوبين. زين الجزء الآخر اللي هو الايرون بورفرين يعني الحديد. يعني بصوره عامه تخلي ببالك جزيئه الهيموغلوبين راح تتكون من حديد ايرون بورفرين وتتكون من بروتين، يعني تتكون من حديد وتتكون من بروتين. الايرون بورفرين كومبلكس هي عباره عن معقد راح يتكون كونتيننج كومبلكس هي از اتشيد تو ايتش بولي بيبتايد تشين اند ات از ذس بارت اوف ذا مولكيول. اذا هو شنو؟ يتكون الايرون بورفرين من يعني هاي الايرون بورفرين العفو هو اللي يكون المعقد الهيم. زين هذا اللي راح يرتبط ويا سلسله البوليبيبتايد، يعني هذا الجزيئه او المعقد راح يرتبط ويا من؟ ويا سلسله البوليبيبتايد. زين طلاب يعني صوتي واضح يمكم؟ نعم دكتور. اوكي تمام اي عيني. each molecule of hemoglobin consists of two parts of chain. يعني كل جزيئة هيموغلوبين راح تتكون من شنو؟ راح تتكون من سلسلتين، هاي من سلسلتين مهمة. زين شنو هي هذول السلسلتين؟ اللي هي الفا بوليبيبتايد تشين وبيتا بوليبيبتايد تشين. زين عيني هي عبارة عن سلاسل من الألفا وسلاسل من البيتا. The hemoglobin present in normal adult blood is known as adult hemoglobin or hemoglobin A. يقول لك الهيموغلوبين اللي موجود، الهيموغلوبين الطبيعي اللي موجود بالشخص البالغ شو نسميه؟ نسميه اما adult hemoglobin او نسميه hemoglobin A. هاي في حالة الشخص البالغ. The blood of the fetus and newborn infants contains a higher proportion of another type of hemoglobin known as fetal hemoglobin or hemoglobin F. يقول لك يعني الهيموغلوبين اللي موجود بالشخص البالغ نسميه هيموغلوبين A او نسميه adult hemoglobin. والهيموغلوبين اللي موجود بالفيتاس بالطفل زين يعني اللي موجود بالطفل او بالنيوبورن بحديثي الولاده شو نسمي الهيموغلوبين اللي موجود بيهم؟ نسميه هيموغلوبين فيتال او فيتال هيموغلوبين او هيموغلوبين اف. زين اللي هنا انتهينا منها. زين هسه هنا يقول لك اريد شنو؟ او احنا اخذناها بالمحاضره السابقه محاضره الهيماتولوجي، اخذنا وظيفه الار بي سي شنو وظيفتها، انه شلون تحتوي على الهيموغلوبين وشنو وظيفه ايضا وظيفه الهيموغلوبين. فهسه هنا الهيموغلوبين كيرز اوت ذا امبورتنت فانكشن. يعني هسه وظيفه الهيموغلوبين
الفت يعني الهيموجلوبين الفت وظيفه شو تكون مهمه، الامبورتنت فانكشن وظيفه مهمه. شنو هي وظيفته؟ وظيفته هي يكون ذات از ريسبونسبل فور اوكسجين كارينج probability of combining reversibly with oxygen. يعني وظيفة الهيموغلوبين اللي هي يكون مسؤول responsible يكون مسؤول عن شنو for if oxygen current. يكون مسؤول عن حمل الأكسجين زين عيني، يعني ينقل راح ينقل لنا الأكسجين اللي يسرس هنا شو يقول transporting the oxygen، راح ينقل الأكسجين is taken up by the red cell in the lungs and then given up to the various part of body tissue. وظيفته شنو؟ وظيفة الهيموغلوبين راح ينقل الأكسجين اللي راح ياخذ الأكسجين اللي راح ياخذه من الرئتين زين عيني، راح ينقله المن إلى body tissue إلى أنسجة العفو parts of body tissue إلى أنسجة الجسم الأخرى. يعني ياخذ الاكسجين من الرئتين ينقله الى انسجه الجسم الاخرى. بنفس الوقت ايش راح يسوي؟ راح يسوي ترانسبورت باك سي او 2 فروم بودي تو لانس وست سيركيليشن ثرو ذا بودي. بنفس الوقت هو مو نقل الاكسجين من الرئتين الى انسجه الجسم فما يرجع فارغ، راح ياخذ وياه سي او 2 من انسجه الجسم زين عيني، راح ياخذها راح ينقلها يعني راح ياخذ ال CO2 من انسجه الجسم او من الجسم الى اللانكس الى الرئتين. زين هسه هاي وظيفه شنو؟ وظيفه الهيموجلوبين. الاكسجين is bound to the iron component of hemoglobin. يقول لك طبعا الاكسجين او جزء يعني الاكسجين جزيئه الاكسجين راح ترتبط ويا من؟ ويا الايرون ويا الحديد زين فورمينج اوكسيهيموجلوبين. يعني الاكسجين جزيئه الاكسجين راح ترتبط ويا الايرون ويا الحديد زين بالهيموجلوبين. الهيموجلوبين على مود شو تكون؟ ما تكون يا مركب، تكون مركب فورمينج اوكسيهيموجلوبين، مركب الاوكسيهيموجلوبين زين يعني زين راح تكون لنا هذا المركب. When the oxygen has been given up to the tissues, reduced hemoglobin is formed. Okay. If the ferrous iron heme is oxidized, the oxygen carrying capacity of the hemoglobin is lost. هسه هذه اوكي، هسه هنا أنا بس هذا هنا الجزء المقطع اريده انه تعرف لي انه الاكسجين راح يرتبط ويا الايرون يكون لنا مركب الاوكسيهيموجلوبين. زين هسه هذه الصفحه الاولى خلصت. اريد تعرف الفات اوف هيموجلوبين، هاي طبعا كلش مهمه هاي الفات اوف هيموجلوبين. يقول لك الهيموجلوبين يعني مصيره او ايش راح يصير بالهيموجلوبين؟ ايش راح يصير بالهيموجلوبين؟ مصير الهيموجلوبين او ال يعني شلون يعني بعد ما تكونت الهيموجلوبين طبعا انه صد لها فد عمر محدد زين، خلايا الار بي سي لها فد عمر محدد وتموت زين، فايش راح يصير بجزيئه الهيموجلوبين من يعني من تموت؟ هاي هسه شرحت لكم اياها شلون بالعاميه زين، فهذه كلش مهمه. البارت اوف هيموجلوبين يقول وين ذا ريد سيل ريتش ذا اند اوف life span after 110 days. مثل ما تعرفون انه خلايا الدم الحمراء لها في العمر محدد عمرها بالايام، يعني تقريبا عمرها هسه احنا المصدر اللي جبته انه عمرها 110 يوم زين، 110 او اكو مصادر يقول لك لحد 120 123 يوم وتموت الخلايا الار بي سي زين. فيقول مين راح تموت هذه خلايا الار بي سي؟ الهيموجلوبين ايش راح يصير بيه؟ وين راح تروح جزيئه الهيموجلوبين من الار بي سي تموت؟ لان هو وين مثل ما تعرفون انه الار بي العفو الهيموجلوبين هو يكون الار بي سي. زين اذا ماتت الار بي سي ايش راح يصير بالهيموجلوبين؟ اللي راح يصير خلينا نشوف. يقول بعد ما يعني بعد ما يصير عمرها 110 يوم دايز ذا سيل اوف ذا ريتيكولو اند ذا ثيريال سيستم ريموف ات.
يعني من الار بي سي مود اللي راح يصير شنو؟ الخلايا سيل ايش راح يصير لها؟ راح يصير لها ازاله، زين؟ راح تزال الخلايا عن طريق من اللي يزيلها؟ يزيلها الريتيكولو اندوثيريال سيستم، الجهاز الريتيكولو اندوثيريال سيستم، الجهاز الشبكي، اوكي؟ راح يزيل الار بي سي. الهيموجلوبين is then broken down into two components. مو راح تزال ال RBC، جزيئة الهيموجلوبين ايش راح يصير بيها؟ راح تتكسر إلى مكوناتها أو إلى مكونين. احنا ايش قلنا؟ قلنا راح تتكسر جزيئة الهيموجلوبين، احنا مو قلنا جزيئة الهيموجلوبين شنو مكوناتها؟ فمن راح تزال ال RBC اللي يصير انه جزيئة الهيموجلوبين أيضا راح تتكسر. المكونين شنو من المكونين اللي هي ايرون كونتينينج كومباوند ويتش از ستورد ان ذا ليفر اند سبلين از هيموسيدرين. راح يعني جزيئة الهيموجلوبين راح تتكسر او راح تصير جزيئتين، اللي هي جزيئة الايرون الحديد او مكون الحديد، اللي مكون الحديد هذا الايرون وين راح ينخزن؟ راح ينخزن ان ذا ليفر، راح يعني راح يخزن بالكبد وراح يخزن بالسبلين بالطحال، زين؟ هذا بالكبد وبالطحال شو نسميه؟ هذا المركب اللي راح يخزن بالطحال وبالسبلين نسميه هيمو سيدرين، مركب الهيمو سيدرين، زين؟ هذا الهيمو سيدرين ان اوردر ذات ات مي بي يوز again for hemoglobin production. هذا المركب اللي راح يخزن بالطحال وبالكبد، زين عيني؟ هذا المركب راح استخدمه، راح يستخدم شلون يعاد تصنيعه مره ثانيه؟ راح استخدمه بانتاج جزيئه هيموجلوبين، راح استخدمه انه ينتج هيموجلوبين اخرى، واحد جزيئه هيموجلوبين. زين المركب الثاني اللي هو الايرون فري، ايرون فري هنا عندنا الايرون انه يرتبط ويا الايرون المرتبط، وهنا الايرون الفري اللي هو يكون بشكل البيلوروبين الكومباوند كيلد نسميه البيلوروبين which is transport of the liver. زين هذا البيلوروبين راح ينقل او راح يكون وين؟ راح يروح ايضا للليفر للكبد، زين؟ where it enters the bile to form one of the bile pigments. هذا البيلوروبين راح ينتقل للكبد او ينقل للكبد، ايش راح يكون؟ يكون مسؤول عن البيجمنت، عن البايل بيجمنت، عن صبغه الصفراء، عن صبغه الصفراء. هسه هنا عرفنا شنو مصير الهيموجلوبين. طبعا هو بصوره عامه تقول انه الهيموجلوبين راح يتقسم الى جزيئتين، جزيء هي بالحالتين بي ايرون، خاف اصعب بالكم يعني خربطتوا او شيء. هي نعم اي لا هو صحيح كلامك، اول وحده بها حديد والثاني وحده مو حديد وانما نسميها البيلوروبين الصبغه الصفراء، ماشي؟ اي هنا عندنا انه جزيئه حديد اللي تحتوي على حديد، وهنا الجزيئه اللي هي نسميها البيلوروبين اللي هي الصبغه الصفراء المسؤول عن البايل بيجمنت، البيلوروبين المسؤول عن البايل بيجمنت. زين هاي البيلوروبين انه راح تنقل للكبد وتكون مسؤوله عن الصبغه. عندنا الهيموجلوبين، الهيموجلوبين استيميشن، الهيموجلوبين استيميشن اللي هي شنو هي؟ شلون اقدر او كميه الهيموجلوبين؟ اذا تتذكرون محاضرتنا العمليه اخذنا طرق القياس الهيموجلوبين اللي هي الهيموجلوبين استيميشن ميثود، اخذنا تقريبا ثلاث طرق لقياس الهيموجلوبين اللي هي طريقه السهل ميثود، زين اقدر الهيموجلوبين حسب شنو ايش قلنا بهاي الطريقه او حتى بطريقه الدرابكن انه نقدر الهيموجلوبين اعتمادا على شنو؟ راح اقدره اعتمادا على المقارنه باللون، اعتمادا على انه المقارنه باللون على كميه الهيموجلوبين
زين ايش قد تظهر لنا الهيموجلوبين؟ قلنا اذا كميه قليله راح يكون اللون مالتها راح يكون شويه فاتح، اذا شويه كميه اغمق راح يكون لونها يكون مقارب المك، يكون اللون مقارب للاستندرات اللي شوفناكم اياها بالجهاز. نعم الطريقه السهله. لا والاي يعني هاي من ناحيه انه انت تقارنها باللون الاي، بس الطريقه الثانيه اللي دراكن سوليوشن او بالسبكترو الدرابكن او جهاز الاتش بي ميتر هم، يعني احنا بس ما راح نعتمد اعتماد كلي على انه قارن باللون يعني بهذا الجهاز، بس هي ايضا تعتمد على المقارنه باللون زين، يعني بس مو نعتمد الاعتماد كليا على انه اقارن باللون وانطي النتيجه، بس اشوف من اي من اقارن باللون بالدرابكن سوليوشن، بس اكو انه لازم اقرا بالجهاز اقراها بالجهاز، بينما بالساهلي الساهلي بس يقول لك حسب اللون وتنطي النتيجه، يعني هي هي بصوره عامه يقول لك انه هنا بالهيموجلوبين انه تعتمد على اليمن تعتمد على يقول لك المقارنه باللون. زين the object of estimation. نعم احنا اوكي احنا ايش قلنا؟ قلنا الهيموجلوبين العفو الساهلي ميثود، الطريقة السهلة هي طريقة كلش قديمة زين، ويعني تكون مو دقيقة. ليش مو دقيقة؟ لأن راح تعتمد على أنه النظر، نظر الشخص اللي يشتغل التحليل، مثلا أنا إذا أشتغل يجوز نظري 6/6، نظر الثاني اللي يشتغله يكون نظره أقل من عندي أو أكثر من، يعني العفو أقل من عندي نظره يكون زين، فراح تعتمد على المقارنة باللون، فهي طريقة تكون مو دقيقة مو كلش دقيقة. بينما طريقة الجهاز باستخدام الدرابكن سوليوشن محلول الدرابكن العفو، هذه ما راح تعتمد بس على المقارنة باللون، وإنما تعتمد على الجهاز انه في قراءات معينة بالجهاز نقراها على أساسها نعتمد. فتعتبر يعني شوية أدق من هذه الطريقة، أدق من السهلي. زين تمام؟ اوكي the object of estimation hemoglobin HB is to determine the oxygen زين انه اقدر كمية، يعني تقدير كمية الهيموجلوبين لازم احدد شنو؟ احدد determine the oxygen، احدد كمية الاكسجين زين carrying capacity of the blood، احدد كمية الاكسجين اللي راح يعني اللي تحمل بالدم زين، اللي راح يحملها الدم، ايش قد كميه الاكسجين اللي راح يعني يحمل بالدم. The result assessed in detective disease زين، يقولون النتيجه اللي انا احصل عليها، النتيجه اللي احصل عليها راح تفيدني بشنو او تساعدني على مود detective disease، اكشف عن المرض، اكشف عن المرض، يعني مثلا اذا اشوف اذا كميه الهيموجلوبين من سويت التحليل طلعت الهيموجلوبين كميته قليله، معناته اكو فد خلل او فد اكو فد ديزيز مرض معين بهذا الشخص، يعني اما انه يكون فقر دم بسبب انه نقصان الحديد، او فقر دم انواع فقر الدم اللي تعرفوها اللي او بسبب انه فقر الدم منجلي او فقر دم بحر متوسط، فهذه انواع فقر الدم انه بعدين الواحد يحددها حسب كميه الهيموجلوبين. زين which causes deficiency or excess of hemoglobin زين، هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا انه تسبب يعني هسه كميه الهيموجلوبين يعني الزياده مالتها او النقصان مالتها راح يسبب، يعني ايش راح يسوي؟ زياده الهيموجلوبين او النقصان راح يحدد لي المرض او يكشف لي عن المرض المعين زين. ماشي وين وصلت؟ اي this method this method is perfect for estimation of HB in patients suffering from anemia or any other disease. شوف يقول لك ان هاي الطريقه تكون مثاليه انه تحدد لي او تقدر كميه الهيموجلوبين بالمريض، كميه الهيموجلوبين هي اللي يعني كميه الهيموجلوبين من احددها هي راح تبين انه هذا الشخص انه فيه فقر دم او اي مرض اخر. زين فرام انيميا بفقر دم او اي مرض اخر. Because it is depend on بسبب ليش؟ لان هاي الطريقه
تعتمد على اليمن. شوف هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا هاي الطريقه تعتمد على الدنسيتي، على الكثافه، زين، كثافه اوف ذا كلر، كثافه اللون. يعني هاي الطريقه راح تعتمد لنا على كثافه اللون فورمد افتر ذا رياكشن بتوين هيموغلوبين ان ار بي سي اند كيميكال سوليوشن ادد تو ات. يعني هاي الطريقه شو يقول لك؟ يقول لك هاي الطريقه تكون كلش مثاليه على مود احدد واقدر كميه الهيموغلوبين اللي موجوده بالمريض. ليش؟ لان اعتماد على كميه الهيموغلوبين راح يحدد لي نوع المرض، او يعني انه هذا الشخص بيه فقر دم لو بيه فد مرض اخر، زين؟ ليش؟ لانه راح يعتمد على كثافه اللون، زين، اللي راح يتكون اللون اللي بعد ما يصير شنو؟ افتر رياكشن، بعد ما يصير تفاعل بين الاتش بي اللي موجود بالار بي سي وبين الكيميكال سوليوشن، بين الاتش بي اللي بالار بي سي وبين المحاليل الكيميائيه اللي نضيفها، بين المحاليل الكيميائيه اللي نضيفها. اذا تتذكرون احنا بالعمل من شرحناها ايش قلنا؟ طريقه ساهلي او طريقه الدرافت سوليوشن، انه سوينا ضفنا محاليل، ساهلي ضفنا يا محلول، طلاب تتذكرون؟ عاشت ايديك. اي بالطريقه السهله ضفنا محلول الاكسيال، بالطريقه الدرابكن سوليوشن اللي هو ضفنا محلول الدرابكن، هو هم محلول الدرابكن، زين عيني. فهو هذا يقول لك هنا، يقول لك انه راح يعتمد على كميه، راح يعتمد على اليمن انه التفاعل اللي يصير بين الهيموجلوبين اللي موجود بالار بي سي وبين الكيميكال سوليوشن اللي نضيفه. زين بصوره عامه، اوكي، عموما شو يقول لك؟ عموما انه جنرالي هيموغلوبين استيميشن ريلي اون كومبريجن اوف كلرز، زين، انه قد تقدير الهيموغلوبين راح يعتمد على اليمن على المقارنه اللون، على المقارنه باللون، زين، برودوسد باي ذا بلاد وذ ذا كلر برودوسد باي ستاندر سامبل اوف نون اتش بي كونسنتريشن visual compression can lead to inaccuracy. يعني يقول لك انه تقدير الهيموغلوبين راح يعتمد على انه اقارن اللون اللي ينتج بواسطه الدم، يعني اقارن اللون الدم ويا اللون اللي ناتج بالستاندر. يعني احنا مو قلنا انه شفنا الستاندر واقارن الستاندر واقارن النتيجه اللي انا اشتغلها، زين، اوكي، نعم. انت سواء تقارن باللون او تقارن بالنتيجه حسب، يعني اذا بال قصدك جهاز الاتش بي ميتر، بجهاز الاتش بي ميتر احنا اذا تتذكرون اشتغلنا الستاندر واشتغلنا البلانك واشتغلنا التيست ثلاثتهم. بجهاز الستاندر مو شرط، العفو، بجهاز الاتش بي مو شرط انه يعني تقيس الستاندر. ليش؟ لان احنا يعني هذا الستاندر يعني هو قايسين، زين، هو محلول ثابت قايسين، بس انا اقارنه اشتغله، اذا اشتغله بالسبكتروفوتوميتر، بالسبكتروفوتوميتر انه اشتغل، بس هو يعني ما ياثر اذا يعني بالاتش بي ميتر تشتغله، يعني تقيسه او ما تقيسه، هو ما ياثر لان هو الى نتيجه واحده ثابته، يعني هو يعني الشركه هي قايسته، زين، تمام. بس احنا نشتغله على مود نعتمد على اللون، اكثر شيء نقارنه باللون يعني. بس بالسبكترو لا، نشتغله انه اكو، لانه بجهاز السبكترو اكو معادله خاصه بيها نطبقها، واهم موجوده بالمحاضره اذا تشوفوها بالعمليه، نطبق هذه المعادله على اساس انه يعني قراءات انه تيست والسبكترو ونقيسه، زين. بس احنا بصوره عامه بجهاز الاتش بي انه يعني نشتغل الستاندر، بس على مود شلون نقارن بساهلي بها ستاندرات نباوع عليها ونقارن اللون، هي يعني نفس الشيء، زين، ماشي. اتش بي كونسنتريشن فيجوال كوبريجن كان ليد تو نيوتريجنز، زين، اند ذا يوز اوف
فوتو الكتريك ابسورب ميترز باي يوزنج سبكترو فوتو ميتر اور هيومو ميتر اور اوتو انيلايزر انسترومنت اس 2 بي بريفير. زين اسمع، هنا أنا يقول لك احنا ايش قد قلنا انه تقدير الهيموجلوبين على ما راح يعتمد، نرجع ونعيد نقول يعتمد على انه نقارن بين اللون اللي بالبلاد اللي التيست اللي احنا نشتغله ويا اللون اللي بالستاندرد. زين، وهذا الستاندرد هو شنو؟ هو كميه الهيموجلوبين اللي نقيسه زين بعده طرق، يعني هاي اكثر من طريقه اللي هي باستخدام الفوتو الكتريك. زين، جهاز نستخدمه بجهاز الفوتو الكتريك او السبكترو فوتوميتر، جهاز السبكترو فوتوميتر جهاز المقياس الضوئي. زين، والهيموميتر اللي هو جهاز احنا اشتغلناه الاتش بي ميتر، او الاوتو انلايزر انسترومنت او اي جهاز اوتو انلايزر اللي احنا ايش قلنا انه مو بس هذين الطرق. طبعا اكو اجهزه اخرى نقدر نقيس بها الهيموجلوبين او تحاليل اخرى، مثلا عندنا جهاز على سبيل المثال السي بي سي. بس نبدا هسه هذه التيوبات تبين لك انه كميه البلاد، انه عينه البلاد. زين، ايش راح يصير لها؟ من اضيف لها سولوشن، اضيف لها محلول، راح يصير لها لايسيس. زين، راح يصير تحلل للار بي سي. زين، هنا راح اشوف هنا ضفنا الاتش بي ويا السولوشن. زين، هنا راح نقارن هذا اللون اللي يظهر لي ويا لون الستاندرد، نقارن بيناتهم وعلى اساسها انه ننطي او نقدر كميه الهيموجلوبين. زين، هسه هذه كلش 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 مهمه، من اقول لك كلش مهمه يعني جايتك بالامتحان. اللي هي شنو؟ كلينيكال significance of hemoglobin estimation، انه طبعا اقدر يعني الهيموجلوبين ايش وقت اريد اعرف ايش وقت يرتفع الهيموجلوبين وايش وقت ينخفض الهيموجلوبين. هذه كلش مهمه. زين، ايش وقت يرتفع الهيموجلوبين وايش وقت ينخفض عندي الهيموجلوبين. الهيموجلوبين استيميشن الهيموجلوبين استيميشن جيف بريفي ايديا اوف ذا باثولوجيكال كونديشن تو ذا فيزيكال so that your visitant can easily understand the cause of pathology and prescribe an active treatment for it. يقول لك هنا انا بس اريدك تعرف لي انه شو وقت متى يرتفع الهيموجلوبين. اكو في حالات معينه راح يرتفع بها الهيموجلوبين بحالات تكون مرضيه، واكو حالات يرتفع بها الهيموجلوبين تكون حالات فسلجيه. زين، فسلجيه زين، وحالات اكو ينخفض الهيموجلوبين. زين، هسه بالحاله الريز هيموجلوبين كونتنت الهيموجلوبين راح يرتفع لي استهلال كم طريقه تقريبا؟ تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 اوكي هوايه. اريدك على الاقل على الاقل في تحفظي خمسه او سته انه يرتفع بها الهيموجلوبين، اللي هي بحاله البوليسايتيميا. بوليسايتيميا فيريا، انه راح يرتفع الهيموجلوبين بالبوليسايتيميا بزياده الدم. زين، اسوكيتد وذ هايبوكسيا، انه نقصان الاكسجين. من يصير نقصان الاكسجين راح يصير ارتفاع بالهيموجلوبين. سيانوتيك كونجينيتال هيرت ديزيز، بامراض القلب. يعني هنا شنو من ازرقاء تشوهات او امراض قلب وراثيه. اي زين، بامراض القلب الوراثيه او يعني اوكي بالهاي التود، من واحد يصعد المرتفعات. زين، راح يصير شنو؟ راح يصير زياده بالهيموجلوبين. هيفي سموكينج، التدخين، يعني شلون تدخين مفرط او تدخين كلش هواي راح يسوي زياده بالهيموجلوبين. ميثيموجلوبينيا، ارتفاع اريثروبويتين ليفل، ارتفاع العفو زياده هنا ارتفاع مستوى هرمون الاريثروبويتين،
التيومرز اوف كيدني، الاورام اللي تصير بالكيدني، بالليفر، بالسي ان اس، بالاوفري، زين اوكي، الرينال ديزيز، امراض الامراض الكلويه، زين فشل الكلوي. يعني واحد يعني فرضة 5 أو 6 من عدة، الأدرينالين، هايبركورتيزم، زين الثيرابيوتيك أندر، يعني صعبات ذني، كلش صعبات على الذني، بس حفظ لذني يعني مثلا بالبوليسايتيميا، بال اسوكيتد ويز هايبوكسيا، زين بالأمراض القلب الوراثية، من واحد يصعد المرتفعات، من يصير تدخين هواية اللي يدخنون، زين من يرتفع هرمون الارثروبويتين، لان ذني من اكو اورام، يعني تصير اورام بالليفر وبالكدني وذني، بس يعني لهنا فد 5 6 من عندهم. زين ريليتيف كوزز اوف هاي هيموجلوبين كونتنت، اكو حالات راح يصير شنو، اكو يعني اسباب فسيولوجيه او حالات فسيولوجيه بسببها، يعني مو شغله مرضيه، وانما حاله فسيولوجيه راح يرتفع بيها الهيموجلوبين. ايش وقت يرتفع؟ راح يصير راح يصير بالديهايدريشن، بالجفاف، بالووتر ديبريفيشن، يعني من واحد يفقد المي او بالجفاف راح يرتفع، راح يصير بالفومتنج، بالتقيؤ، بالدياري، من يصير اسهال، من يصير تقيؤ راح يرتفع، زين بالبلازما لوز، خساره الدم، من يصير مثلا واحد يصير عنده جرح، او يعني يصير يعني راح يفقد دمه هناك، فراح يرتفع الهيموجلوبين، بالحروق، زين هذه حالات شنو تعتبر تكون ريليتيف كوزز، حالات فسيولوجيه، هذه حالات فسيولوجيه. اللي فوقها اللي قبلها شو تكون حالات مرضيه، يعني حالات مرضيه ارتفع بها الهيموجلوبين، ومستدني حالات فسيولوجيه. زين اريد اعرف ايش وقت يصير لو هيموجلوبين، لو هيموجلوبين، انخفاض بالهيموجلوبين، زين انخفاض بكميه الهيموجلوبين، وقت راح يصير باللوكيميا، فقر الدم، بالتوبركلوسيس، بالمرض التوبركلوسيس السل، زين الايرون ديفشنسي انيميا، انه الانيميا يعني فقر الدم بسبب الايرون، نقصان الحديد، زين الباراسيتيك انفكشن، سيفرال ان هوك وورم انفكشن، يقول لك انه الاصابات الطفيليه، زين مثلا من يصاب يعني نوع من انواع الديدان اللي هو كوار، يعني الشخص مو يصاب بانواع الديدان، ايش راح يصير؟ راح يصير عنده، راح يخسر دم، يعني هاي خساره بالدم، راح يصير شنو؟ نقصان بالهيموجلوبين، بالسكل سيل انيميا، فقر الدم المنجلي، ايضا بالثلاسيميا، بلاستيك انيميا، بالبلاستيك انيميا فقر الدم، يعني فقر دم سرطاني، الهيمولايتيك انيميا تحلل الدم، زين فقر دم تحلل يصير، وايضا باللوز اوف بلاد خساره الدم. زين هسه هنا محاضرتنا انتهت، هاي طبعا كلش مهمه، هذه صفحه يعني هي هاي بصوره عامه المحاضره كلش مهمه، انه يقول لك شنو مصير الهيموجلوبين، ايش راح يصير بيه، زين مكونات الهيموجلوبين، منين يتكون، طرق قياس الهيموجلوبين شنية، وايش وقت يرتفع وايش وقت ينخفض الهيموجلوبين، الارتفاع مالته بحاله مرضيه وبحاله فسيولوجيه، والانخفاض مالته ايضا ايش وقت ينخفض الهيموجلوبين. لهنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، يعني محاضره كلش حلوه وسلسه ان شاء الله، واوقف.